بارك ليهم من هنا ونروح لدكتور محمد سراج رئيس بعثة النادي الأهلي فريق كرة السلة أبطال القارة الأفريقية. ألف مبروك يا دكتور. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك حبيبي يا اسامه، تحياتي ليك والفارس وكل الساده المشاهدين، مبروك كل جمهور النادي الاهلي. مبروك يا دكتور، ولحظات جميله، واكيد انت بتعيش لحظات استثنائيه في تاريخ النادي الاهلي وبطوله مميزه. وانا عايز اسالك قبل اي كواليس، اسالك عن شعورك، يعني اهم حاجه مشاعرك في اللحظه دي تقولها لجمهور النادي الاهلي، كنت حاسس ايه النهارده والنادي الاهلي بيرفع الكاس الغاليه علينا كلنا دي يا دكتور؟ لا والله طبعا الحمد لله، احنا دايما النادي الاهلي بيسعى يكون رقم واحد، دايما اي بطوله بتدخل فيها بتسعى ان انت تكون بطل. فالحمد لله اللعيبه الصراحه والجهاز الفني والاداري كلهم عندهم اصرار وتركيز قوي على البطوله من قبل ما نيجي، وماشيين في موسم موفق جدا الحمد لله، ختامها ميسي يعني الحمد لله. لكن انا كنت لامس معاهم من قبل ما نيجي هنا وموجودين هنا بمنتهى التركيز والاصرار. طبعا هي بطوله صعبه لان انت البطوله الاولى من نوعها، يعني النادي الاهلي تذكر تاريخ النادي الاهلي لاول مره في كاس البال، والحمد لله دايما النادي الاهلي سباق في عدد البطولات، وببارك لهم وكانوا رجاله وعلى قد المسؤوليه. قول لي يا دكتور كده، يعني حاله يعني اللاعبين والجهاز الفني، وان في جماهير من النادي الاهلي بتقرر انها تسافر وتثق في الفريق وفي قدرته على حصد البطوله، حاله اللاعبين قبل المباراه وصل لهم جماهير النادي الاهلي، الحاله اللي حصلت ليهم، فكره الاحتفال اللي احنا شايفينها دلوقتي مع الجماهير دي كانت مؤثره بشكل كبير على معنويات اللعيبه قبل المباراه؟ طبعا طبعا اكيد، يعني هم احنا عرفناهم ان في ناس جايالهم من دول مختلفه كمان، يعني مثل جماهير النادي الاهلي اللي جايه من مصر واللي عايشين بره في الكويت والسعوديه وفي لندن، ناس جت من مختلف الدول، فده كان واصل لهم. وهم اول حاجه فعلا عملوها اول استلموا الكاس، اول حاجه جريوا على الجمهور يعني عشان يتصوروا معاه ويشكروه. ويعني خلي بالك برضه يا اسامه وفارس، احنا كنا قاعدين في صاله فيها 7000 تقريبا، 7000 يعني بيشجعوا الفريق السنغالي، فاحنا قاعدين يعني برضه في ضغوط يعني، فجمهور النادي الاهلي اللي كان موجود الحمد لله الحمد لله يعني عددهم قليل، لكن هم يعني قاموا بالواجب، يعني ما حسيناش ان احنا بنلعب بره ارضنا، صوتهم كان عالي، تشجيعهم كان كبير، فده لمس يعني متاثر معانا. طبعا يعني السنغال تقريبا الجاليه بتاعتها هنا الناس بجد كبيره حوالي 1000 واحد، فطبعا وجودهم في الملعب في انحاء مختلفه فمشجع الباقي ان هو يشجعهم، لكن الحمد لله يعني جمهورنا قام بالواجب وكان على قدر المسؤوليه مع اللعيبه. ده حقيقي. هو يا دكتور رساله توجهها للجماهير، يعني انا عارف مدى قربك وعلاقتك بجماهير النادي الاهلي ومحبه جماهير النادي الاهلي ليك، فرساله ممكن من دكتور محمد سراج توجهها لجماهير النادي الاهلي، خاصه ان النادي الاهلي في الفتره الاخيره بيبقى وطول الوقت الحقيقه بيبقى محتاج لوقوف جماهيره معاه، وعندنا نهائي دوري ابطال افريقيا، ايه الرساله اللي توجهها للجماهير؟ لا يعني دايما يعني زي ما كابتن محمود الخطيب بيقول، دايما جمهور النادي الاهلي هو الظهر والسند للنادي، وهم دايما بيكونوا على الموعد معانا ومؤثرين معانا في كل المناسبات، وببارك لهم وببارك لجمهور مصر كله، لان البطوله دي بطوله بتمثل مصر يعني بتمثل مصر، وبطوله كبيره ومش سهله، والحمد لله يعني كنا على قدر المسؤوليه. مبروك مبروك الحمد لله. دكتور يعني معلش احنا عارفين ان هي لحظه احتفال، بس مهم جدا اللحظه الختاميه اللي بنرفع فيها الكاس بيكون قبلها لحظات كتير جدا صعبه، جمهور الاهلي كله بيشوف جهد النادي الاهلي ومجلس ادارته في الطفره اللي حصلت في قطاع كره السله والبطولات اتحققت وتغيير التاريخ، النادي الاهلي حاليا بيكتب فعلا تاريخ في اللعبه دي، عايزينك تكلم جمهور النادي الاهلي عن الدور اللي عمله النادي وبصماتكم الواضحه جدا ومجهودكم في فكره كره السله، وازاي احنا وصلنا ان احنا نشوف النتيجه النهائيه، ان احنا نشوف تغيير التاريخ ده ونشوف البطولات دي، يا ريت تكلمنا عن خطوات مجلس اداره النادي الاهلي اللي كانت في قطاع السله الفتره اللي فاتت. لا لا الحقيقه مجلس اداره النادي الاهلي يعني كان واضح اول يوم ان احنا شغالين على كل الملفات بشكل قوي، منهم ملف النشاط الرياضي يعني الحمد لله اشتغلنا عليه بشكل قوي. دكتور محمد ثانك يو سو ماتش، معلش كان بس في ناس بتبارك كده، خد راحتك خالص يعني اللحظات دي بيبقى احسن حاجه فيها التلقائيه يعني. لا بالظبط، هو ناس حتى من جنوب افريقيا ويعني
يعني افارقه بيبهدلنا كانوا معانا على مدار الايام اللي فاتت. فالحمد لله طبعا لا يعني النشاط الرياضي النادي الاهلي في تطور كبير الفتره اللي فاتت بالاستراتيجيه اللي ماشي عليها مجلس الاداره ووجود كابتن خالد العوضي ده حقيقي النهارده يعني ده ثمار شغله ثمار تعبه ثمار شغل المجلس. فالحمد لله يعني الحمد لله ربنا يكملها على خير. الحمد لله. حسيت يا دكتور ان في اي لحظه من لحظات المباراه وانت عارف لعبه كره السله متقلبه جدا حسيت ان ممكن يكون لا قدر الله اللقب بعيد عن النادي الاهلي؟ الماتش كان ماشي كويس قوي بس انا في يعني قلقت شويه مع نهايه التوتال الثاني يعني كانوا عدلوا قربوا في النتيجه فده قلقني شويه بس الحمد لله الشوط الثالث عملنا كنت علان الحقيقه وفرقنا جامد جدا يعني. الحمد لله. لو في اي حد من الجهاز الفني كابتن طارق احمد يعني نستاذنك لو موجود لو مش موجود يعني وصل لهم تحياتنا يعني يعني هو ما فيش حد جنبي دلوقتي بس اكيد اكيد يكلموهم تمام بس ان شاء الله. البعثه راجعه امتى ان شاء الله يا دكتور؟ احنا راجعين خلاص الفجر يعني هنتحرك من هنا الساعه 3:30 الصبح باذن الله ونوصل ان شاء الله يعني 11 الصبح بتوقيت مصر ان شاء الله. يا دكتور السلام ان شاء الله. عايزينكم كلكم في سفريات تانية كتير قريب لان سفريات النادي الاهلي بالتتويجات يا دكتور لا تنتهي. يعني بنشكرك جدا بنشكرك جدا شكرا يا دكتور جداً. واكيد يعني كنا سعداء باللحظات دي وزي ما قلنا لكم تهنئه كابتن محمود الخطيب كانت مهمه جدا وكانت رساله واضحه. اعتقد يا اسامه انا وقفت عند الجمله بتاعه ان النادي الاهلي دايما ممثل وخير ممثل وخير سفير لاي لعبه في مصر واعتقد ده الدور اللي بيعمله النادي الاهلي واللي لازم يا اسامه بنوصله للناس ونقول ان النادي الاهلي يا جماعه هو قوه مصر الناعمه رياضيا.